مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من تيك اواي. النهارده انا عايزه اعمل لكم سندوتشات جديده مختلفه، واعتقد ان شاء الله انها هتعجبكم قوي. هعمل لكم سندوتشات الوافلز، هنعمل وافلز بالفراخ المقليه. تعالوا نشوف مقاديرنا، هوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي للفرايد تشيكن او الفراخ المقليه نص كيلو صدور فراخ متقطعه، كوبايه ونص لبن رايب، معلقه كبيره صوص حار، كوبايه ونص دقيق، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره فلفل اسود، عندي كوبايه طماطم شرايح وكوبايه خس شرايح للتقديم، وعندي زيت القلي. تعالوا الاول نبتدي بالفراخ وبعد كده هوريكم هنعمل الوافلز ازاي. الفراخ طبعا كل ما هنحطها في التتبيله دي وقت اطول كل ما هتمسك وهتبقى احلى. هنزل كل المقادير بتاعتنا، طبعا لو مش عايزين تستخدموا صوص حار او هوت صوص ممكن تستخدموا مكانه معلقه كاتشب صغيره، مش هيحصل حاجه. شويه ملح وفلفل، وهضرب ده كله مع بعض كويس. عايزين ويسك، الخليط ده بقى طبعا زي ما قلت لكم كل ما نسيبه فيها اكتر بيسموه الباتر او الباتر علشان مزيج، اسمه مزيج. نزل بقى الفراخ فيه، اتاكد انها اتغطت كويس جدا. كل ما هتسيبوها وقت اطول متغطيه كل ما هيمسك فيها الخليط ده اكتر. طبعا نصفيها كويس الاول وننزل فيها. طيب هي قدامها 3 4 دقايق كمان وهطلعها من النار. تعالوا نطلع فاصل ونطلعها ونعمل وافلز، خليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل، الفراخ بتاعتي خلاص خلصت. دلوقتي انا عايزه اعمل معاكم عجينه الوافلز، طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت عملت شويه اوريدي بس هنخلطهم مع بعض واوريكم مقادير. مقاديرنا عباره عن 2 كوبايه دقيق، 2 كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، 4 بيضات، 5 معالق كبار زبده، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل، 3 معالق صغيرين بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج سودا، وللغموس او الدب اللي هنحطه معاهم عندنا كاتشب مايونيز ومسترد. طيب تعالوا نخلطها زي ما قلت لكم مع بعض، وطبعا المفروض بعد ما هنخلطهم هنحطهم في الجهاز بتاع الوافل. البيت كل حاجه بقى عاده الناس بتاكل الوافل حلو مش حادق، حط معاه مثلا فاكهه وشويه سكر بودره، فانا النهارده قررت اعمله لكم يعني حادق مش حلو، ان هو ينفع في الحالتين يعني مش هيقول لا خالص. البهارات كلها ملح وفلفل، وعايزين نويسك كل ده مع بعضه. برضو لو سبتوها شوية ترتاح برضو هتبقى الوافلز أحلى بكتير لما تحطوها على الجهاز بتاع الوافل. خلطة كده خلاص جاهزة، أنا هسيب دي ترتاح وكملها كمان شوية. وتعالوا بقى نعمل السندوتشات مع بعض. هجيب الوافل
هعتبرها كأنها ساندوتش بالظبط يعني. هحط شوية مايونيز وكاتشب ومستردة. هنحط عليهم خس طماطم وهنحط الفريخ، عايزين نقطعها شويه. هي كده كده هتتقطع عشان انا هعملها على نصين. هنقفل الساندوتش وهقسمه نصين. ساندوتش برضو هنعمل نفس الموضوع، هنقفله. خلت السنين كده مش ميفتحش مننا. نعمل واحد كمان. مايونيز، مستردة. طبعا تقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه، مش شرط التلاتة، ممكن تحطوا اي واحد منهم، تحطوا اتنين مع بعض، متحطوش خالص زي ما تحبوا. خس طماطم والفراخ، نقفل ونقسم. واحد وزي ما قلت لكم نقدر ان احنا نحط الدبس دي جنبها او انا حطيتها جواها، في الحالتين هيبقى طعمها حلو. عملت لكم النهارده الوافلز بالفرايد تشيكن او بالفراخ المقليه، طبعا عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من تيك اواي. Thank you.